أهلا بكم مشاهدينا الكرام وقراءة جديدة في كثير من الأحداث المهمة التي تمس عن قرب المشاهد المصري الكريم في عيون صاحبة الجلالة من خلال هذه الحلقة من برنامجنا صحافة الغد. البداية مع عناوين الأخبار. في جريدة الأخبار نقرأ العنوان: قمة مصرية بيلاروسية بين الرئيس السيسي ونظيره البيلاروسي لوكاشينكو. من جريدة اليوم السابع: مدبولي أجرينا جراحة ضخمة لتنظيف الاقتصاد من تشوهات 40 سنة. ومن جريدة المصري اليوم: الصحة العالمية تؤكد سلبية تحليل الأجنبي حامل فيروس كورونا. وفي الشروق: القمة السوبر الليلة، الأهلي والزمالك في مواجهة خارج الحدود والتوقعات. نستهل جولتنا مشاهدينا بجريدة الأخبار وتحديدا في صفحتها 5، ونطالع منها: قمة مصرية بيلاروسية بين الرئيس السيسي والرئيس لوكاشينكو، الرئيسان يبحثان القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. الرئيس السيسي حريصون على دفع العلاقات بين القاهرة ومنسك إلى شراكة متكاملة، ولوكاشينكو يقول: ندعم جهود مصر في مكافحة الإرهاب ونرفض زعزعة استقرار المنطقة. وفي التفاصيل: استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس بقصر الاتحادية الرئيس ألكسندر لوكاشينكو رئيس جمهورية بيلاروسيا، حيث أجريت له مراسم الاستقبال الرسمية وعزف السلمان الوطنيان وتم استعراض حرس الشرف. وأعقب ذلك جلسة مباحثات ثنائية أجرتها القيادتان، ثلاثة جلسة موسعة ضمت وفدي البلدين. بالتأكيد تصريحات المتحدث باسم رئاسة الجمهورية هي عاكسة للأهمية والخصوصية في العلاقات المصرية البيلاروسية. هذه العلاقات ربما تكثفت وتكرس تميزها في الفترة الماضية من خلال الزيارات المتبادلة على مستوى القيادتين المصرية ممثلة في السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والبيلاروسية ممثلة في السيد الرئيس ألكسندر لوكاشينكو، وأيضا تبادل الزيارات على مستوى شخصيات حكومية بارزة ووزراء في مختلف المجالات سواء في مصر أو في بيلاروسية، وتطلع من الدولتين والقيادتين لأفاق أرحب تجمع العلاقات بين البلدين اللي بتمتد جذورها الحقيقة لبداية التسعينيات، وأنه يكون في تميز في العلاقات الخارجية، ويعني قراءة لمؤشر صعودي إن شاء الله في الفترة القادمة في حجم التبادل التجاري بين مصر وبيلاروسيا. في إطار تصريحات المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أكد بأن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أعرب خلال المباحثات عن الترحيب بالرئيس البيلاروسي في مصر، وجدد الشكر على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي لقاها خلال زيارته إلى العاصمة البيلاروسية مينسك في يونيو من عام 2019، واللي عول عليها بشكل كبير، ويعني أبدى التثمين بأنها بالفعل دشنت لمرحلة جديدة للعلاقات الثنائية بين البلدين، وعكست كذلك ما يجمع الشعبين المصري والبيلاروسي من علاقات صداقة متميزة. وأكد في هذا الشأن الحرص على دفع التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات حتى ترتقي إلى مستوى تلك العلاقات، فضلا عن تعويل مصر على بيلاروسيا في إطار تعميق العلاقات المصرية مع الاتحاد الاقتصادي الأورو أسيوي. وفي الواقع حجم التبادل التجاري وصل بين البلدين في العام الماضي إلى حوالي 110 مليون دولار، وبالتأكيد في دلالات مهمة لهذا الرقم بقدر ما اختلف إيجابا لو قورنا بالأعوام القريبة الماضية، لكن يبقى دوما التطلع لكي ترقى العلاقات الاقتصادية والتجارية إلى حجم التميز بشكل عام في العلاقات اللي بتجمع مصر وبيلاروسيا في مرحلة مهمة جدا بتسعى مصر إلى أن يكون لها شراكات غير تقليدية لكي تقف بأقدام ثابتة في المنافسة الدولية بشكل عام. نبقى مع حضراتكم في متابعتنا الصحفية ونتحول إلى جريدة اليوم السابع. في الصفحة 4 نطالع:
بروتوكول جديد لفض اشتباكات المالية أو تشابكات المالية بين 4 وزارات. مدبولي يقول: أجرينا جراحة ضخمة لتنظيف الاقتصاد من تشوهات دامت 40 سنة. رئيس الوزراء يقول: نتعامل مع ملف حجمه 500 مليار جنيه ونتحرك في ضوء تكليفات رئاسية مباشرة بإنهاء تشابكات كل الجهات. الحكومة تقر منحة تمويل إضافي بقيمة 1,746,000 دولار للمساهمة في مشروع تحسين سياسات الاستثمار. والتفاصيل يعني أوضحت حجم التحديات اللي بتواجه الحكومة المصرية وأيضا حجم الإجراءات الإصلاحية الواعدة اللي اتخذت على مدار الفترة الماضية من خلال توصيف ما حدث من حراك بالعملية الضخمة اللي أجرتها الحكومة داخل جسد الاقتصاد المصري اللي كان يعاني من الوهن، وأصبح الآن بفعل هذه الخطوات شابا بكل المقاييس. وبفضل تلك الإجراءات والتدابير استعاد هذا الاقتصاد عافيته وحقق طفرات إيجابية على الأصعدة المختلفة. قراءة تحليلية ونظر أكثر قربا لملامح كثيرة مميزة للمنظومة الاقتصادية في الوقت الراهن بنجني من خلالها بعض الثمار، ويعني ربما الحراك اللي يرتقب في الفترة القريبة القادمة بإذن الله اللي يلبي تطلعات المواطن المصري ويشعر بصدى بشكل أكبر. معنا على تليفون دكتور شريف الخريبي الخبير الاقتصادي وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية. أهلا بحضرتك دكتور شريف. أهلا وسهلا فندم، تحياتي. المعطيات في الشأن الاقتصادي المصري ودلالات الأرقام ومتعبر عنه، وإلى أي مدى نسير في الاتجاه الصحيح، وما الذي ينقص من ملامح واجبة في هذه المرحلة المليئة بالتحديات؟ طبعا أهم هذه المعطيات على الإطلاق هو ثبات معدل النمو الاقتصادي. هذا المعدل اللي وصلت به مصر إنها تعد من أفضل دول العالم في تحقيق معدلات عالية جدا في هذا الملف. طبعا هذا الموضوع كان لا يمكن أن يأتي إلا من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح الذي يعني تم تنفيذه، وكما شهدنا وكما قال السيد الرئيس أن الكل تحمل 3 سنوات، كلنا كان في أمل وعندنا ثقة في القيادة السياسية وفي منظومة الإصلاح الاقتصادي، وبدأت تؤتي ثمارها منذ العام الماضي. وبالتالي أنا بنظر لثلاث حاجات في هذا الملف. الحاجة الأولانية هي شهادات المؤسسات الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والمؤسسات المختلفة اللي بتصدر تقارير كلها تقارير إيجابية عن الاقتصاد المصري وعن النمو وعن التطور في هذا الاقتصاد. العنصر الثاني وهو المرتبط بما تحقق على الأرض بالفعل، ويمكن إن احنا بنبص لهذا الملف لما بنشوف إن الدولار وصل النهاردة لحوالي 15.5 جنيه، يعني احنا بنتكلم عن تحرك في ارتفاع كبير في قيمة الجنيه المصري. العملة المصرية احتلت نمرة 2 على مستوى العالم في عام 2019 في أفضل العملات أداء، وأعتقد أنها ستحتل المركز الأول بجدارة هذا العام، طبعا ناهيك عن انخفاض في الأسعار وزيادة في معدلات التوظيف وانخفاض في نسب البطالة. فكل هذه المؤشرات اللي هي مبنية على واقع وليس خيال، مبنية على حقائق وليس تنظير، هي دي اللي بتقول أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح، وأن برنامج الإصلاح الاقتصادي سيؤتي مزيد من الثمار في الأيام القادمة. كل هذه الملامح وإجراءات أخرى مكملة ربما بتنجح بالفعل في إرسال رسائل طمأنة للمستثمر المصري والعربي والأجنبي، وتجدر الإشارة ربما أيضا إلى أهمية ما يصطلح عليه بدبلوماسية الرئاسية،
وما يبذله السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال جولاته الخارجية أو من خلال أيضا زيارات الدول الشقيقة والصديقة المستهدفة بالتعاون معها على المستوى الرئاسي، وأن يكون في مد جسور أكبر من التواصل لشراكات غير تقليدية. لو أخذنا على سبيل المثال ما نحن بصدده من أفاق أرحب للعلاقات المصرية البيلاروسية على ضوء زيارة الرئيس البيلاروسي لمصر ومحادثاته مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، كيف تنظرون إلى هذا المنح وإلى أي مدى تعاولون على هذا النوع من الدبلوماسية؟ طبعا الدبلوماسية الرئاسية هي دي، أنا بعتقد أن السيد الرئيس هو اللي يعني هو اللي بدأها، يمكن لم يحدث من قبل في أي اتجاه أن يكون هناك رئيس دولة حريص على مد جسور الثقة والصداقة بين وبين رؤساء وزعماء العالم، بالذات الدول التي صاحبة القرار أو الدول التي لها مصالح مشتركة بين مصر وبينها. طبعا استقبال السيد الرئيس لرئيس جمهورية بيلاروسيا ده أعتقد أنه استكمال لهذه الدبلوماسية، وأيضا استكمال لثلاث ملفات رئيسية بيركز عليها السيد الرئيس في التعاون مع كل القوى الفاعلة في العالم. الملف الأول وهو توطيد العلاقات وتبادل الرؤى بالنسبة للقضايا الإقليمية والقضايا الدولية، من أجل أن يكون هناك تفهم للموقف المصري في كل هذه الأمور، وأيضا من أجل استطلاع آراء هذه الدول بالنسبة لهذه القضايا، لكي يكون هناك فائدة مشتركة من تبادل الآراء في هذا الشأن. الملف الثاني وهو ملف التعاون الاقتصادي، بمعنى أن السيد الرئيس هو أكبر محفز لكل الدول التي زارها أو كل الدول التي استقبلت زعمائها لأن يأتوا ويستثمروا في مصر، أو أن يكون هناك لهم تواجد ليس فقط في مصر ولكن في القارة الإفريقية. ويمكن السيد الرئيس أخذ هذا الملف على عاتقه حتى قبل أن تكون مصر رئيسة للاتحاد الإفريقي العام الماضي، حيث بدأ الرئيس الاهتمام بملف تنمية إفريقيا وتقوية العلاقات المصرية الإفريقية من خلال الشركاء الدوليين منذ عام 2015. الملف الثالث وهو يمكن بالذات بالنسبة لبيلاروسيا، بيلاروسيا هي من ضمن الدول التي تتمتع بخبرة كبيرة وتكنولوجيا عالية في مجال التصنيع الحربي. ونحن نعلم أن مصر في يعني لها هدف هو تقوية جيشها، وأيضا الاعتماد في كثير من تسليح هذا الجيش على أن يتم تصنيعها داخل الدولة. ويمكن هم دول الثلاث ملفات اللي السيد الرئيس بيبحثهم مع رئيس بيلاروسيا، بالإضافة أيضا إلى نقطة أخرى وهي التعاون المشترك في حل القضايا الإقليمية والدولية ومواجهة الإرهاب بالتأكيد. أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر على هذه المداخلة وهذا التحليل، الدكتور شريف الخريبي الخبير الاقتصادي وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية. الأحداث تتوالى في عيون الصحافة، وهذه المرة محطتنا هي جريدة المصري اليوم، ونطالع: الصحة العالمية تؤكد سلبية تحليل الأجنبي حامل فيروس كورونا، المنظمة العالمية: مصر لم تخفي شيئا ونحقق في خروج مصاب آخر من القاهرة. أعلنت كل من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية أن نتيجة تحليل البي سي آر للأجنبي الذي تم اكتشاف حمله لفيروس كورونا أثناء تواجده بمصر جاءت سلبية، وذلك بعد 48 ساعة من دخوله المستشفى المخصص للعزل منذ الإعلان عنه كأول حالة حاملة للفيروس يوم الجمعة الماضي. وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزير الصحة لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة أنه أثناء متابعة الفريق الطبي للشخص الأجنبي وإجراء الفحوصات والتحاليل الدورية تم إجراء تحليل الـ PCR له تحت إشراف الوزارة والمنظمة، وذلك لست مرات على مدار 3 أيام متتالية، وجاءت نتيجة التحليل سلبية في كل مرة. كما تمت متابعة الحالة الصحية للشخص من خلال الفرق الطبية على مدار الساعة في المستشفى المخصص للعزل
وحالته الصحية جيدة ولم تظهر عليه أي أعراض خلال تلك الفترة. تأكيد اللافت الاهتمام اللي بتوليه وزارة الصحة لهذه المسألة والإجراءات الجادة اللي بترقى إلى أهمية ويعني خطورة ألا تحتوى هذه المسألة بهذا القدر في كل ما يتعلق بفيروس كورونا المستجد، وإجراءات احترازية تمت على قدم وساق وما زالت تتم حتى الآن. نبقى معكم مشاهدينا الكرام ووقفتنا هذه المرة مع جريدة الشروق ونطالع منها. وزير التموين: تلقينا 740 ألف تظلم بسبب الاستبعاد من الدعم وأعادنا 340 ألفا منها. المصلح يقول بدء موسم توريد القمح منتصف إبريل واستهداف تسلم 4 ملايين طن قمح محلي. كونسورتيوم لتقييم الأصول غير المستغلة وتحليل المالي لشركات الزيوت، وبالتأكيد تأتي هذه الإجراءات في إطار تعظيم الاستفادة والارتقاء بجودة المنتج المصري. في تفاصيل الخبر، وزير التموين علي المصلحي قال إن معامل الخطأ في قوائم المستفيدين من الدعم بلغ نحو 10 ملايين شخص قبل عملية تدقيق البيانات التي شاركت فيها وزارتا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإنتاج الحربي وهيئة الرقابة الإدارية بتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية لجمع وتدقيق وحصر قواعد البيانات. وأضاف المصلحي أن الوزارة عملت بهذا الملف على فترتين وهما فترة تنقية وفترة استهداف، وأوضح أن المرحلة الأولى من الاستهداف وضعت 3 شرائح للمستفيدين بالدعم، هي الشريحة الأشد احتياجا والشريحة المتوسطة والشريحة العليا، بالتأكيد لضمان أن يكون في شكل من أشكال التدريجية وأيضا أولويات توجيه الدعم. ولفت المصدر إلى أن الشريحة العليا غير المستحقة للدعم بلغت نحو 750 ألف شخص من قاعدة البيانات المحدثة. أما المرحلة الثانية فتوجهت إلى الشريحة المتوسطة اللي بلغت حوالي 40 مليون مواطن. الوزارة بالفعل تلقت شكاوى من المحذوفين من الشريحة المتوسطة للمستحقين للدعم، وتبين أن هناك بعض الأخطاء في التقييمات، وبالتأكيد جاري إعادة النظر في هذه الجزئية. نبقى معكم مشاهدينا الكرام ونتحول لجريدة الأخبار والصفحة الرابعة ونطالع العناوين التالية: مؤتمر دولي للترويج للاستثمارات بقناة السويس الشهر القادم، 4 مليارات جنيه لإنشاء محطتين لتداول السيارات والبضائع بشرق بور سعيد. المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس أعلن عن استضافة مؤتمر دولي للترويج للاستثمار بالمنطقة تحت رعاية سيد رئيس عبد الفتاح السيسي يومي 26 و27 من الشهر القادم بحضور مستثمرين ورؤساء منظمات أعمال من مصر ومختلف دول العالم. بالتأكيد أهمية كبيرة بتعقد على هذا الملتقى، وأنه يحسن توظيفه وأن يرسل كثير من الرسائل التطمينية ويفتح أفاق استثمارية جديدة في مختلف المجالات. ودوما يقال أن يعني هذا المشروع الأم قناة السويس الجديدة هدية مصر للعالم، وأيضا في تطلعات لما يندرج تحته من مشروعات تحقق أيضا المجتمعات العمرانية المتكاملة اللي دوما بنتطلع إليها لضمان إنجاح أي مشروع يجري في مصر. وأيضا في كشف عن مسعى الهيئة لتأسيس ذراع استثماري لتعزيز دورها في دعم الاقتصاد القومي والتنمية الشاملة في مصر خلال السنوات الخمس القادمة بإذن الله. أيضا رياضة لها نصيب في متابعتنا الصحفية، وهذه المرة جريدة الشروق نطالع منها حول قمة السوبر الأهلي والزمالك في اللقاء المرتقب في مواجهة خارج الحدود والتوقعات. الفريق الأحمر يبحث عن تعزيز تفوقه التاريخي على غريمه التقليدي، والأبيض في مهمة تحقيق لقبه الثاني في أسبوع. فايلر يفكر في مفاجأة الخصم بجيرالدو وعودة ياسر إبراهيم للدفاع، وكارتيرون يراهن على مصطفى محمد وبن شرقي. سيكون محبو السحيرة المستديرة في الوطن العربي بصفة عامة وفي مصر على وجه الخصوص على موعد جديد مع كلاسيكو الكرة المصرية.
حيث يواجه الأهلي غريمه التقليدي الزمالك في 7 مساء اليوم الخميس على بطولة كأس السوبر المصرية على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي. هذه النسخة الرابعة للبطولة تقام على الملاعب الإماراتية التي تعود لاحتضان مباريات المسابقة بعدما جرى لقاء النسخة الماضية للبطولة على ملعب برج العرب بالإسكندرية. ونتمنى التوفيق لهم بالتأكيد. وآخر وقفتنا مع أخبار الطقس ومتابعة لها من جريدة الأخبار. ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة والأرصاد تقول لا تخففوا ملابسكم. يستمر الطقس مائل البرودة نهارا، شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، وتوقعات بسقوط أمطار، الفرصة مهيئة لذلك، بينما تنشط الرياح على جنوب سيناء، ذلك وفقا لتصريحات مدير مركز التنبؤات بالأرصاد الجوية السيد محمود شاهين. وأشار المصدر المسؤول إلى انحسار فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الشرقية ببورسعيد ورفح والعريش ومناطق من شمال سيناء، ويصاحب ذلك ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على كافة الأنحاء. وكما نقول التحضيرات واجبة من تخفيف الملابس نظرا للتقلبات الجوية خلال هذا الوقت من العام. نتمنى السلامة دوما للمواطن المصري. ده كان ختام لقائنا الصحفي مع حضراتكم النهاردة. بنشكر لكم حسن المتابعة، وبتأكيد لقاء يتجدد في نفس الموعد في الغد بإذن الله. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.